عشان كده ابتديت حلقه النهارده وقلت لكم انه النسخه الجديده من الدوري الممتاز السنه دي اقرب انها تكون الايجيبشن بريمير ليج. ليه قلت الكلام ده للي ما تابعناش من البدايه؟ لانه النسخه فيها اكتر من طابع اجنبي، بدايه وجود 7 مديرين فنيين اجانب زي ما حضراتكم شفتوا من شويه بيتولوا المسؤوليه الفنيه ل7 فرق في المسابقه. بنتكلم على عدد محترفين قياسي وصل ل 88 لاعب جايين من 4 قارات، جايين طبعا معظمهم من قاره افريقيا ومنهم الحقيقه عناصر متميزه جدا من الشمال الافريقي، جايين من قاره اوروبا، دول زي هولندا وزي صربيا، جايين من اسيا، عندنا من الاردن، عندنا من فلسطين، وجايين طبعا من امريكا الجنوبيه زي البرازيل، بالاضافه كمان انه عنصر التحكيم او يعني ملف التحكيم دخل عليه عنصر اجنبي مهم جدا، نتمنى انه يكون ليه مردود ايجابي، وهو طبعا مارك كلاتنبرج. فهل قصه الثقافه الاجنبيه او الخبرات الاجنبيه اللي بيستفيد منها الانديه اللي بتشارك في الدوري تترجم بقى على ارض الملعب في كوره غير، في متعه غير، في مستوى غير، ويكون الدوري ده نسخه مبهجه ممتعه قويه من نسخ الدوري الممتاز؟ ده هيكون واحد من المحاور اللي هنتكلم فيها، وبالتاكيد ماتش بكره الاهلي والاسماعيلي مش غايب علينا. بس بدايه طبعا نرحب بنجمنا النهارده، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، كابتن اسامه عرابي اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير كابتن اسامه. مساء الخير، اهلا وسهلا بك يا احمد والساده المشاهدين. الله يكرمك. الله يخليك. يعني زي ما حضرتك كده شفت وتابعنا، 7 مديرين فنيين على راس اجهزه فنيه للمسابقه، طبعا مارسيل كولر الاهلي، فيريرا الزمالك، جونياس تاكيس جونياس بيراميدز، جاريدو المدير الفني السابق للاهلي بيتولى السنه دي المسؤوليه الفنيه للاسماعيلي، عندنا الميدا مستمر مع فاركو، عندنا مانولوفيتش وبابا فاسيليو مع الاتحاد والمحله، بالاضافه لعدد كبير جدا هنستعرضه مع حضرتك كمان شويه يمكن عشان تبص برده على خريطه اللاعبين المحترفين. هل تتوقع انه نسخه الدوري ده ككوره تبقى مختلفه؟ نشوف صراع اقوى على المقدمه، صراع اقل على الهروب من القاع، نشوف كوره قويه، جيم مفتوح او يعني كوره مفتوحه، قوه، سرعه، لياقه، مهاره، ولا ما نراهنش على القصه دي قوي؟ لا، متوقفه على حاجات كتيره. منها انتظام مواعيد الدوري العام. أيوه. لان احنا شفنا الماتشات السنه اللي فاتت كانت مضغوطه جدا. فالنادي الاهلي اول اللي كان المتاثرين واثرت على مستوى اداء اللعيبه والفرقه يعني. فاول حاجه نتمنى تكون المسابقه منتظمه. تمام. جماهير، اتمنى ان عدد الجماهير يزيد في الدخول، لان الجماهير هم عصب كره القدم وبيدوا حماس كبير للاعبين والاجهزه الفنيه. يعني الدوري بيبقى ممتع والجمهور في الملعب يعني. طبعا اتمناها. طبعا ماتشات كتيره بنلعب اكننا بنلعب دوري شركات. ايوه، او تمرين تقسيمه كده. خاصه كمان يعني يمكن لما بيسمح ب 2000 و 3000 و 5000 يعني الى حد ما الاهلي طبعا والزمالك شويه، لكن ساعات في انديه شركات بتلعب مع بعض بتحس انك انت ماتش ودي يعني. ما ده بقى امر واقع برضو كابتن اسامه. ما هو امر واقع يعني، حتى لو اتفتحت مدرجات الاستاد كلها ما تتوقعش ان في ماتشات هتبقى فيها جماهير اساسا. امر واقع. اتمنى طبعا انه مع احترامي الكامل لفرق الشركات، طبعا فرق مميزه واضافت من ناحيه القوه الماديه وبيستقطبوا لعيبه جيدين وكل حاجه، بس طبعا كنت اتمنى الانديه الجماهيريه تبقى متواجده، لانه الشكل العام كده سنه ورا سنه الانديه الجماهيريه بتنسحب وبتنزل لدوري الدرجه الادنى يعني. انا كجمهور كوره، اسمح لي اقول لك، انا كجمهور كوره لما تابعت الميركاتو شفت صفقات تجاوزت قيمتها حوالي 4 مليار جنيه في موسم الانتقالات الصيفيه، وشفت وعرفت كمان بالارقام، واحنا بنحب دايما نتكلم بالارقام، ان احنا عندنا 88 محترف. خليني استعرضهم مع حضرتك كده ونشوف تاثيرهم ايه، لانه بالتاكيد احنا بنلجا لمحترف اجنبي، احنا بندور على كواليتي مش موجود عندنا، وبالتالي مفترض انه المستوى ده ينعكس على الكوره وعلى المسابقه بشكل كبير كده. طيب، عندنا من نيجيريا 16 محترف بيلعبوا في مختلف الانديه المصريه، من تونس 13 لاعب، يعني تونس ونيجيريا حصه الاسد تقريبا من 88 لاعب ليهم 29 لاعب لوحدهم، من فلسطين في 5 محترفين، المغرب 5 محترفين، الجزائر 4 محترفين، بوركينا فاسو 4 محترفين ايضا، ومن كوت ديفوار 4 محترفين، وغانا بنفس العدد 4 محترفين،
ثم غينيا عندنا 3 لاعبين محترفين، اوغندا 3، تنزانيا 2، هولندا ودي كانت ملفته جدا بالنسبه لي طبعا 2 لاعبين محترفين من هولندا، من الكاميرون 2، ومن مالي طبعا 2، منهم طبعا الدبابه بتاعتنا اليو ديانج، منهم من السنغال في 2، جنوب افريقيا 2، منهم ايضا بيرسي تاو فخري لكاي اعتقد في بيراميدز، انجولا في 2 من المحترفين، الجابون في لاعب واحد محترف، ثم عندنا كل من بنين، الاردن، توجو، صربيا، البرازيل، غينيا بيساو، موريتانيا، اثيوبيا والسودان لاعب واحد، وايضا تنضم لقائمه اللاعب واحد كولومبيا وليبيا ومدغشقر. دي جنسيات زي ما قلت جايين من 4 قارات، عدد لا باس به 88 لاعب محترف، بتعكس اكيد القدرات الماليه بالاضافه لميركاتو وكابتن اسامه، سوء انتقالات حتى بما فيهم اللاعبين المحليين انتقلوا من نادي لنادي، بيتكلم تقريبا على تكلفه تحملتها خزائن الانديه اللي بتشارك في البطوله اكثر من 4 مليار جنيه. هل برضو ده مؤشر لان الكوره ممكن تبقى مختلفه؟ انه المستوى، القوه، المهاره، النديه، حاله الصراع يبقى مختلف في النسخه الجديده من الدوري؟ لا مش شرط. مش شرط. هو جزء مهم لو انتقاء اللعيبه ديت بشكل محترف وان هم يبقوا مؤثرين، سواء الاجانب او المصريين اللي بتنقلوا من انديه الاخرى. أيوة. احنا بنشوف عدد من اللعيبه المصريين كل سنه تقريبا بيتنقل من نادي لنادي وتاثيره ضعيف في الفرق اللي بيتنقل ليها، ملوش مردود كبير. نفس الشيء بالنسبه للعيبه الاجانب، لو استعرضنا اللعيبه المؤثره بشكل فعلي واضافوا للكره المصريه وطبعا هيضيفوا لنفسهم، هتلاقي عددهم قليل بالنسبه لعدد المحترفين اللي موجود. في لعيبه كتير جدا بتقعد على دكه البدلاء، في لعيبه كتير جدا بتبقى خارج ال 18، ودي طبعا مستغربه لانك انت لما بتقول 5 لعيبه محترفين في كل فريق، المفترض انه لا يقل عن 4 لاعبين يبقوا متواجدين في الملعب، ده على يقل اذا ما كانوش الخمسه. المفترض يبقوا الخمسه كمان. لا ده احنا يعني بنشوف لعيبه منهم خارج كمان ال 18 مش متواجدين بصوره قويه يعني ملفته، لكن الاساس انه انت بتجيب لعيبه محترفين، يعني محترفين اقصد من خارج بلدك عشان يضيفوا قوه زياده للفرق دي. فدي نسبتها، انا مش عايز احط نسبه بالظبط لان مش حاسبها بالنسبه يعني، لكن لما بتشوف اللعيبه مثلا الموسم اللي فات اللي مؤثرين فعليا لا يتعدوا اصابع الايد الواحده. يعني في لعيبه كتير جدا من اللي جم كانوا عاديين واقل من اللعيبه المصريين. فهو دي برضو من الحاجات اللي انا مستغرب فيها، انه 5 لعيبه محترفين بيبقوا موجودين في الانديه وتأثيرهم ما بيبقاش كبير على الفريق يعني. طيب. فأتمنى السنة دي نشوف حاجة مختلفة، لأنك أنت بتدفع لهم بالعملة الصعبة، بتحرم عدد من اللعيبة المصريين لأنك أنت بتقول 5 لعيبة أجانب. أنا متصور إنه في الدوري المصري بوضع الدوري المصري ما يزيدش عن 3 لعيبة أجانب لكل فريق. يعني 5 كتير جدا. انت مع تقليل عدد المحترفين الاجانب؟ ثلاثة بالنسبة للدوري المصري كويس جدا. ثانيا انت بس يعني ممكن نطرح وجهة نظر شوية مختلفة. اتفضل. في وجهة نظر تقول لك ممكن انه اسعار اللعيبة في مصر بقت مبالغ فيها قوي، وانه اوفر لي واسهل لي ان انا اجيب كواليتي ممكن تبقى احسن من كواليتي اللاعب المصري وارخص من اللاعب المصري من بره. طب فين هي؟ انا يعني عايز اقول مين هي الاسامي اللي هي كواليتي افضل من الدوري المصري وجايه باسعار اقل من الدوري المصري. في لعيبه كتير جدا جايه باسعار عاليه جدا اكتر من لعيبه في الدوري المصري او مساويه ليها، وما كانتش مؤثره في انديتها خالص. كتير جدا يعني في كل الفرق تقريبا. ف اللعيب اللي هو اقل ماديا وافضل من اللعيبه المصريين، يعني انا اتمنى ان انا اشوفهم يعني او اشوف عدد منهم. مش حاسسها كتير. انت طب انت قول لي يعني حتى في الانديه كلها، قول لي مين كده اللعيبه الاجانب اللي كانوا مؤثرين قوي في انديتهم، هتلاقيهم ما يجوش 7-8 تنفار. يعني في الاهلي كلهم مؤثرين بصراحه، حتى بدر بنون اللي رحل كان لاعب مهم ومؤثر. لا مش كلهم علي مؤثرين. معلول
لا مكسوني مؤثر في مكسوني ايه؟ رحل خلاص يعني، ماشي انا بتكلم على الموجودين حاليا. ماشي بيرسي تاو حتى هذه اللحظه مع احترامي الكامل ليه مش مؤثر، مؤثر في بعض المباريات، لكن هل هو مؤثر بنفس القيمه اللي يكون عليها محترف؟ لا لكن علي معلول طبعا، ايوه اليو ديانج طبعا يعني ما هو في اسامي مش انا لا اقدر اتكلم عليها وغيري مش هيقدر يتكلم عليها، واضحه وضوح الشمس. في الزمالك برضو هتلاقي مثلا كان بن شرقي وموجود، هتلاقي مثلا الراجل بتاع انبي اللي هو المهاجم ابوكا موجود، هتلاقي الظهير الايسر اللي كان في الجونه جوناثان وفي سيراميكا موجود، في 7 8 لعيبه هتلاقيهم مؤثرين، لكن الاغلب مش هتلاقيه مؤثر بالدرجه اللي هي بتحرم لعيب مصري او بدرجه الفلوس اللي بتدفع فيه. ده بالنسبه للعيبه. طب بالنسبه للاجهزه الفنيه يعني 7 من أصل 18 اعتقد نسبه كبيره جدا، وبالتاكيد ويمكن كلهم في انديه جماهيريه يعني اهلي زمالك باستثناء بيراميدز طبعا يمكن مالوش يعني مالوش ظهير جماهيري كبير، لكن اهلي زمالك اسماعيلي محله اتحاد يعني معظمهم في انديه جماهيريه، وبالتالي مفترض انه يكون ليهم تاثير او يغيروا شويه. او انا لما بجيب برضو مدير فني اجنبي بالتاكيد انا جايب حد يعني يحط بصمه او حد يعمل نقله او حد يطور من شكل الفريق. فلما يبقى عندي انديه جماهيريه معتمده بشكل كبير على الاجهزه الفنيه محترفه او جايه من بره مصر، شايف تاثير ايه؟ تاثير ده ايه على الكوره اللي هتتقدم في النسخه الجديده من الدوري؟ والله بص انا يعني مش هفضل طول الخط ضد موضوع الاجانب ولا مع طول الخط. في مدربين اجانب بيجوا للدوري المصري افادوا الكره المصريه، اتعلمنا منهم سواء اشتغلنا لعيبه تحت ايديهم او ساعدناهم، في ناس كانت مؤثره، لكن ايضا هناك الكثير جه للدوري المصري ولم تستفد منه الكره المصريه ولا الانديه. انا بحس ساعات ان هي موضه بتطلع وهوجة ان كلنا عايزين نجيب مدربين مصريين، حتى اللي هو بيصارع يعني انديه بتصارع من اجل البقاء بال3 سنين و4 سنين، وانديه نزلت درجه تانية وبتجيب مدربين اجانب. ايه هو الاضافه اللي اضافت؟ انا مش شايفها. انديه بتلاقيها مستوى التطور بتاعها في الاداء عنها عن ان يكون اجنبي موجود او مصري موجود ما لقيتهاش في انديه كتير. والسنه اللي فاتت بدون ذكر اسامي مع اكتر من نادي في مدربين اجانب جم ما ادوش اي تطور ولا اي فرق عن مدرب مصري، لكن في بعض احيانا المدربين الاجانب اللي هم ممكن يكون عنده رؤيه متطوره شويه، ممكن يضيف لك اسلوب لعب جديد، ممكن يضيف لك تعامل مع اللعيبه، ممكن يحطك في مكانه افضل. لكن السنه اللي فاتت كتير جدا منهم برضو بدون ذكر اسامي لم يحققوا نجاح، يعني قليلين اللي حققوا نجاح. يمكن في بعض المدربين المصريين في انديه حققوا نجاحات اكبر منهم. أيوه. يعني في بعض المدربين المصريين حققوا نجاحات اكبر منهم، وفي ناس اشتغلت فتره والانديه استغنت عنهم وجابت مدربين مصريين، وفي العكس طبعا. فهي مش شرط، هي متوقفه زي ما قلت لك على كفاءه المدرب. ايوه. اللعيبه اللي موجوده معاه، الاداره هتساعده ولا مش هتساعده، مش هتستحمل بعد ماتشين ثلاثه وشفنا. يعني مثلا معين الشعباني في المصري، في المصري راجل كان واخد بطولتين افريقيا مع الترجي التونسي، جه هنا نفس المعاناه اللي بيعانيها اي مدرب مصري. ما فيش اضافه كبيره. يعني شفنا الراجل فيريرا مع انبي رغم ان اسم كبير راح ما اداش يعني وضوح في اي حاجه ومشي، ودلوقتي جه كشري. في يعني اكتر من اسم جه وما لحقش. بالنسبه للاهلي كيروش سواريش يمكن ده اتظلم شويه انه جه في توقيت صعب، محدش يقدر يحكم على يعني ما هو لسه بقول لك اهو جه في توقيت صعب، قعد ظروف صعبه 3 4 شهور ظروف صعبه، لعيبه مصابه، لعيبه تعبانه، عدد ماتشات كبير يعني متتالي بيقولوا عليه لم يختبر.
يعتبر يعني لم يختبر يعني جه في الظروف كانت صعبه يعني صعبه على اي مدير فني وعلى اي اسم مهما كانت امكانيات طبعا فهي يعني بقول لك متوقفه على حاجات كتير جدا، متوقفه على انتظام دوري، متوقفه على ادارات انديه تصبر على المدربين، على نوعيه المدربين نفسهم، ايه اللي مطلوب من المدربين دولت. ما هو انا مثلا النادي الاهلي بجيب اجنبي عشان يطور لي ادائي وعشان ياخد بطولات لان انا بلعب على بطوله، نادي الزمالك نفس الشيء. بقيه الانديه اللي في نص الجدول او في اخر الجدول انا ما بشوفش يعني طب هو بيجيب اجنبي ليه؟ يعني انا مش شايف بس ايه الاضافه. الدنيا اختلفت شويه والدوافع اختلفت عند الانديه، ما بقاش بس فكره الفوز بالبطوله او الوصافه. النهارده بنتكلم على انه اول خمس مراكز في بطوله الدوري او في جدول الترتيب بيأهلوا لمشاركة في بطولات دولية، وبالتالي أنا محتاج على الأقل عشان يبقى عندي خمسة بيشاركوا في دول يبقى في تمانية أو عشرة بينافسوا على الخمس مراكز الأولى، وده أعتقد يفرق شوية في نوعية الكواليتي بتاعت الكرة اللي بتتقدم. هسمع رأيك في الجزئية دي وهربطها كمان بموسم الانتقالات، لأنه احنا بنتكلم على موسم تاريخي وعدد صفقات كبير جدا كل الأندية، لدرجة إنه الأهلي هو أقل فريق دعم السنة دي بعد ما كنا متعودين الأندية الكبيرة هي اللي بتجيب أكبر عدد من الصفقات. النهاردة شفنا أندية بتجيب، أسوان طالع يعني للدوري جايب حوالي 20 لاعب جديد، إسماعيلي عامل تدعيمات كبيرة، الاتحاد المصري وغيرهم من الأندية. فخليني أسألك برضو على الجزئية دي، هل ممكن تغير من شكل، خلينا نقول بصرف النظر عن كواليتي الكورة شكل المنافسة ممكن يكون عامل إزاي، بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نسمع رأي كابتن أسامة عرابي في السادسة.